هذا البرية تاكو شريت معظم مكوناته أونلاين من أمريكا عشان أسويها على أصوله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. اشتريت الفلفل المكسيكي من أمريكا عشان أسويها على أصوله. هذا يسموه أنشو تشيلي وهذا اسمه أربول تشيلي. هذا من النص نفتحه عشان نشيل منه البذور. نحاول ننزل كمان منه البذور. خلاص أحطهم في موية مغلية تقريبا 15 دقيقة. خلاص أول ما أخذ معايا غلوة أشيلها من النار وأخليه تقريبا 10 دقائق منقوع. اشتريت هذه كمان من أمريكا فلفل تشيبوتلي بصوص الطماطم والخلطة الرهيبة. أخذت شوية من موية الفلفل عشان أطلع كل النكهة. هذه كمان التشيبوتلي باودر ثوم مفروم. لا تتخيلوا الريحة الفنانة اللي طلعت من هذا الخليط. أنا رح أستخدم قدر الضغط لأنه سريع. بحط شوية زيت. طبعا هم يستخدموا لحم غنم ولكن أنا بستخدم لحم بقري. خلاص اللحمة بعد ما أخذت معايا هذا اللون أشيلها على جنب. البصل، معجون طماطم، شوي من مرق اللحم، ضيف الصوص. حسب نوع اللحم اللي بتستخدموه يحتاج من 30 إلى 60 دقيقة في قدر الضغط. أغرق التورتية بالصوص، اللحم، الجبنة. أول شيء لازم الصوص. للمعلومية هذا نزلته قبل كذا وصفة واستخدمت الفلفل الموجود عندنا هنا، ولكن لما شريت الفلفل الأصلي المكسيكي يا جماعة الطعم والقوام كل شيء فنان في هذه الوصفة. أنسوا هذيك الوصفة، اعتمدوا هذه بس، لكن مشكلة المكونات مو متوفرة والله عليك أبو العز.